حضرات السادة المستشارين، إن قضية اليوم قضية مهمة جدا، يجب أن نبص لها بشكل مختلف. إن المتهم اليوم يا سيادة القاضي بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب. ماذا حدث لكي بس هذا الطفل البريء؟ أتنظر إلى ملامح وجهه؟ تم كده إيه؟ ماذا فعل هذا البريء؟ قتل أبوه. كان بيحرمه يا سيادة القاضي من المصروف. طفل بريء في السن ده لازم يجيب مصاصة وحلويات براحته. ما كترش. ويجب أن تعلم عدالة المحكمة أن إذا لم يكن الأب متوفي الآن فيجب أن تحكم عليه بالإعدام بدل المرة ألف. اسمه أنت خان البحر. طلع عايش يا ستة يا بابا. خليك زي ما أنت بتقول وأنت خد يعني. اسم ربنا وعظك. في إيه في إيه؟ يا نهار أسود. يخرب بيتك. يا خان البحر أنت. إيه ده يا بابا؟ لقيت في تلميذ هنا في السجن، انت عارف ان ابوك كهربائي قديم بقى، ففكيت السجنتين لما مشتهم وجيت بقى كمان حد ورا بيت، فمش عارف. الله كان لازم تلعب في عند الفندق، ما كانتش شغاله حلوه. ليه كده يا كابتن البحر انت؟ يا عم لا ربنا ما حدش كده، انت فاكرني هعديها لك كده ولا ايه؟ انا حافظ الدور ده لا مش عليا. الو غرفه 507 حضرتك الشارع اتحرق، كابتن البحر ابني بوظها. هاوس كيبنج ادخل. ايه ده البومك؟ لا حضرتك انا بدفع بس حق الشاشه. جدع البومك راجل. يلا ايوه اشتغل كده، انا اتلف شايف عليه اصلاح. مش لما اكون انا اللي اتلفته يا رب صبرني. جاي صبرني يا رب. اعمل فيهم ايه في الاخر اللي بلبس؟ ربنا ماشي. انت يا زفت خلي بالك من اخوك ليغرق. انا اللي خلي بالي منه؟ ده هو اللي خلي بالي مني. حاضر يا امي حاضر. خلي بالك مني بس. يلا بقول لك انا عايز اجي العب معاك هنا. لا اوعى تيجي، لو جيت انا هتغرق يا عمي. من هنا بغرق برضه. طب خليك انت، بس خليك وانت مش هتغرق. الحقني الحقني بغرق. جاي جالك. استنى لك عليك بغرقني. لا بجد بتهزر ولا بجد؟ بجد المره دي الحقني بغرق. استنى ضحكت عليك برضه ما بغرقش. انت عايز سمك طلع كده مين يالا؟ تصدق لو خرجت انا مش جاي لك؟ يوه خدي تعالي بقى. الحقني بقى. ايوه يا اخويا استعبط استعبط مش جاي لك. بغرق والله بجد. يا نهار اسود سيب اخوك يغرق. بيغرق مين يا امي؟ ده بيستهبل كل مره. كلب البحر بيغرق اهو. والله عملها كده مره فيها بجد بيستهبل. انتوا بتتخانقوا يا عمري. لا بي